السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير ان شاء الله. هذه الكريطة هيونداي 2021، دونك كما العاده بارطاجي مع الاخوان ويستافد الجميع. هذا هو الشعار ديالنا. بزاف الاخوان سولوا على الطوموبيله هذه، بزاف سولوا على البري. بالنسبه للكريطة هذه 2021 يعني باديه من 24 مليون تقريبا حتى 27، وهذه يعني توت اوبسيون يعني العمره كما كنقولوا، هذه 27 مليون و600. والناس يعني كيسولوا بزاف على الطوموبيله، واش ما يعني غاديه في السوق مزيانه الراحه والطريق وكل شيء. انا صراحه سيتها مسافه طويله، يعني الطوموبيله عجبتني صراحه، واخا الاذواق يعني لا تناقش بالنسبه للديكوراسيون، مي في الطريق يعني صراحه كاينه الراحه وكاينه يعني كل شيء في الطوموبيله. وواحد القضيه يعني الهيونداي يعني تعطيوك واحد البرودوي يعني باش يخليوك انك ترتاح ويخليوك يعني تشكرهم، ماشي تبقى تهضر فيهم وتعاير البرودوي ديالهم. صراحه يعني الطوموبيلات ديالهم ماشي كنشكرهم، وانما يعني داكشي اللي كاين. يعني اغلبيه الناس اللي خداو الطوموبيلات يعني لي مارك ديال هيونداي صراحه في الراحه وفي الطريقه وفي كل شيء كيشكروا. وكما قلت يعني كل واحد الدوق ديالو. يعني كنسمعوا الهضره بزاف، يعني كنشوفوا شي وحدين يعني عنده اي مارك ديال الطوموبيل يعني تيقول لك مثلا الاكسانت ولا التيكسون سميتو يعني ما صدقاتش، ولا كاين عند واحد صاحبي ولا الوالد ما صدقاتش، ولا فيهم الديف ولا شي حاجه. انا نقول لكم الاخوان، اولا يعني كتاخد شي حاجه سواء طوموبيله ولا اي حاجه كانت يعني تسخر ديال الله، سخر لك ربي راه سخر لك، ما سخرش لك راه ما سخرش لك. يعني شوف انت باش خديتي هذيك الطوموبيله واش خلصتيها واش حاجه اخرى. الطوموبيله ديالك تهلا فيها تهلا فيك، يعني الزيت ديالها في الوقت، ديستريبيسيون ديالها، الماء ديالها، يعني كل شيء، برايسيون، اي حاجه يعني فيري في الطوموبيله ديالك، ماشي عاطي في الطوموبيله كديرها ما صافي نركب، يعني تهلا فيها تهلا فيك. اغلبيه انا تنقول اللي عندهم الديفوات سواء في موتوريزاسيون سميتو كتلقاه مفرط في الطوموبيله، يعني كيكون ساهي على الزيت وعلى الفلتر ديال الغازوال وعلى بزاف الحويجات، يعني وبليجي راه تفرط فيك حتى هي. دونك حاجه ديالك يعني تكون عزيزه عليك، اي حاجه سمعتيها ولا سميتو خص ديرونجيك في بالك يعني نحيد. سمعت شي حاجه تنشوف انا الكليون يعني بحال مثلا عندو فيدونج في 10000، والله الا كيجيبها لك 10000 اكزاكت كتبان لك هنا 10000 كيلومتر، هذا راه تهلا في طوموبيلتو تهلا فيه. وكاين الصراحه اللي ما عندوش يعني ما عندوش غراض، تكون عنده فيدونج 10000 تجيب لك 13000 12000، راه ضروري يكون عندك شي مشكل. دونك هنا بالنسبه للكريطه هذه كما قلنا عامره، هنا الميني ديالها ديال الطابلو دبار باش يبان لكم مزيان. هنا الميني لا تقاد شي حاجه، كاين لوطروتيان ديال فيدونج لي بورت سون كونفور. هنايا عندك لي فوايون ديال الزيت، الباتري، سنتير فرانا مان، هذا تشيك انجين، هذه كتشعل كيف تيكون عندك شي مشكل في الموتور. كاين لوبسيون ديال تي بي ام اس كيشعل هنايا، اللي هو البريسيون ديال لي برين، فوا تكون عندك شي رويده ناقصه ها هو، وهذا فوا كتكون عندك شي رويده ناقصه كيطلع لك في الطابلو واد. بالنسبه لهنايا كروز يا ريغيلاتور دو فيتاس، هادي بوست ملتي ميديا، هنا لي كونتاكت ديالها تقريبا ديكوراسيون. هنا عندنا الطوا اوفرون اللي هي هادي،
عاوتاني نسدها بحال هكا. يعني الضغطه واحدة كيتسد. بالنسبه للترانسميسيون اوتوماتيك هنا هي ديال الروتروفيزور، اسمها الروتروفيزور. هادي كتقاد بها انا باين تقريبا ديجا. انا كترجل الدو ديال الطريق كود الفار. بالنسبة للسوي غلاس هادي ديال الطو هنا الاوتو فيوز الكود فر عندك لتحت. بالنسبة للسينيال هادي بحال الطومبيلات كاملين. وهنايا التمبيراتور ديال الطوموبيل تقريبا كتكون من هنايا في النص ما كتفوتش 90. هنا الغازوال كونطور ديالها فلاج. بالنسبة للكليماتيزاسيون مانيال دي تريس 4 سنيالات. بالنسبة للموتوريزاسيون هذا 1.5 لتر 115. بالنسبة للديستريبيسيون عندنا لاشين اللي هي السلسلة. هنايا ليكيد دو فاديسمون ملي كيدور في موتور هذا ديال سوي كلاس. هذا فيلتر اويل. هنايا عندنا جوج ديال الزيت عندنا الماكسيموم والمينيموم. بالنسبة لهنايا في كاخوة الزيت التيربو ديالها زانجيكتور لارومب ديالها كوليكتور. هذا فلترا اير بوطة فيزيبل. هي هادي عندك سوكور ديال الفيزيبل. باتري هاديك الكيلاتور الداخل اللي راه كاين فلتر غازوال كيبان لكم. هذا الكيت ديال الفران كاين الماكسيموم والمينيموم. هادي رادياتور عندنا ديال الكليما وديال الغفواديسمون وديال الانتركولير. بالنسبة للزيت هادي كتخدم يعني 5 طرونت تقريبا كتاخد هاديك 94 فلترا اير 501 ريفيرونس. بالنسبة للكروة ديال الارتيرناتور تقريبا كتشونجيها 80,000 100,000. بالنسبة لليجونت يعني هي هادي 17 215 60 17. بالنسبة للبريسيون ديال لي بنو غنوريكم. هنايا في الباب عندك تيكي كتجي هنايا وكتشوف شنو الموديل عندك في البنو شمن نمرة وكدير 300 400 في البيسرين ديالها. بالنسبة للشاصي ديال الطومبيلة من غير اللي في الفيسترين واللي في الزاج قدامي كيسول في الناس بزاف اللي كان في الشاصي انا نوريكم كيف هاد البلاصة. هادي كتجي حدا الكونتر سيفور هنايا تحت من الكوسان كطلع هادي ويبان لك الشاصي ديالها هو هذا. دونك حاجة أخرى نسيناها عاودو صيفطو إن شاء الله كيسيون ولا شي حاجة بارطاجي معكم. تهلاو.